معنا مشاهدينا عبر سكايب مراسلة أخبار الآن في طهران علا مسعودي. علا أهلا بك معنا. من خلال ما لمستيه بعد إعلان فوز الرئيس روحاني لولاية ثانية، ما تداعيات فوزه في الشارع الإيراني كمعتدل وكرد على المتشددين؟ نعم، المسؤولون الإيرانيون وصفوا هذه المشاركة بالمشاركة الحماسية للانتخابات 12 لرئاسة الجمهورية الإيرانية، وذلك نسبة للإقبال الذي شهد من خلال الشعب الإيراني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بنسبة 70%. وطبعا نذكر بأن الذين كان لهم الحق بالمشاركة 56 مليون مواطن إيراني، 40 مليون هم من شاركوا في هذه الانتخابات، وقبل قليل قد حسمت الأصوات لصالح الرئيس حسن روحاني. أما السبب الذي يعود خلف هذه المشاركة الواسعة التي لوحظت من قبل وسائل الإعلام وأيضا كانت تغطية كبيرة لهذا الموضوع، الإيرانيون كانوا يريدون أن يقول نحن مع صوت الاعتدال، نحن مع من يريد تطبيع العلاقات، مع من يريد أن يفسح المجال للشعب الإيراني وأن يستفيدوا من علاقات أفضل مع العالم، مع الدول العربية. وكان قد وعد السيد حسن روحاني بأنه سيواصل الدرب، سيواصل المسير. كما تعرفون في الدورة السابقة تمت إبرام عقود كثيرة مع شركات أجنبية. نعم، وكانت كان هناك الكثير من الازدهار في المجال الاقتصادي في القطاعات، في قطاع الطيران، وهو قد أكد على دعمه لقطاع الطيران فضلا عن الموضوع الاقتصادي. كان هناك الكثير من التأييد للشباب، لحركة الشباب، للحريات التي طالب بها الشباب. نعم، إذن هناك تعويل كبير من قبل الشعب الإيراني على فوزة بولاية ثانية من جديد. ماذا يخص بخصوص استكمال تطبيق بنود الاتفاق النووي الإيراني؟ نعم، لطالما أكد الإيرانيون خلال السنوات الأربعة بأنهم ملتزمون بالاتفاقية التي أبرمت بينهم وبين السداسية، وأنهم سيسيرون بالشكل الذي يعود أولا بالمنفعة لإيران طبعا، وأيضا أن لا يتجاوزوا على الاتفاقية التي أبرمت بينهم وبين السداسية. لذا السيد حسن روحاني كان شعاره بأنه سيكمل الطريق خلال أربع سنوات القادمة، وهذا ما جعل الشعب الإيراني يختاره من جديد، كونهم بالأغلبية نستطيع أن نقول بما أن تجاوز عدد الذين اختاروا السيد حسن روحاني 23 مليون و500 ناخب، هذا يعني بأنهم يؤيدون ما سار عليه السيد حسن روحاني في الفترة السابقة. شكرا جزيلا لك مراسلتنا علا مسعودي من طهران.